حطتنا اليوم المميز مع عالم وأخبار الفلك والنجوم وانعكاساتها بالتغيرات المناخية على الأرض، مساحة خاصة رح تكون اليوم لنحكي أكثر عن اليوم الدولي للفضاء الذي يصادف 12 نيسان، حيث رصد أهله أكيد شهر رمضان المبارك. كل هالمواضيع وأيضا التفاصيل رح نناقشها مع الدكتور محمد العصيري رئيس الجمعية الفلكية السورية. يسعد صباحك. سهلي يسعد صباحك. صباح الورد زينب، صباح الخير والفل، يسعد صباحكم. يسعد لي صباحك دكتور. يعني اليوم العالمي الدولي للفضاء خلينا نقول والرحلات الفضائية، بدنا نتعرف أول شيء بداية مثل ما تعودنا بحكايات الرحلات الفضائية وعالم الفضاء، أهم هالرحلات وتأثيرها أيضا بوقتنا الحالي. تمام. 12 نيسان عام 1961، هذا اليوم، هذا التاريخ لن ينسى، لن يمحى من ذاكرة البشرية. بهذا اليوم تحديدا انطلق أول إنسان إلى الفضاء. خلينا نحن نرجع شوي بالتاريخ ل 1957 عندما انطلقت سبوتنيك 1 أول قمر صناعي راح على الفضاء. مع هذا النجاح السوفيتي تشجع السوفييت، قال خلص نحن بدنا نطلع إنسان للفضاء. سوفييت يرسلوا إنسان للفضاء بوقت ما بنعرف شيء عن الفضاء. ب 12 نيسان عام 1961 تجهز يوري جاجارين بالمركبة، قبل 12 ساعة طلع على المركبة. تخيلوا يا حرام 12 ساعة عم قضيها مربوط وعم يستنى لحظة الانطلاق. كمان نرجع شوي بالتاريخ، انا عم ارجع اقدم شلون اختاروا يوري جاجارين. بعام 1957 لما نجحت سبوتنيك 1 اعلن كوروليف اللي هو عراب المشروع السوفيتي الفضائي، هذا العالم الكبير، هذا النابذه او النبغه يلي او النبذه يلي اخرجتها الاتحاد السوفيتي بعلوم الفضاء والفلك، اعلن بالصحف السوفيتيه انهم بحاجه الى طيار متطوع يضحي بحياته من اجل الاتحاد السوفيتي. فتقدم 10 طيارين، اختاروا منهم 2، يوري جاجارين وتيتوف. تيتوف كان ذكي، كان عضلاته حلوين، جسمه قوي، اطول من يوري جاجارين واذكى وعملي اكثر، لكن تميز يوري جاجارين ببسمه ساحره، فتم اختيار البسمة الساحرة لأنه سيكون معبر عن وجه الاتحاد السوفيتي بهذا النجاح. ما في عدل. يوري جاجارين لما تجهز إلى الانطلاق كتب وصيته، لأن كوروليف أخبره ليوري جاجارين أنه سامحنا يا يوري جاجارين، نحن رح نطلقك إلى الفضاء لتضل 108 دقائق بالفضاء، لكن صعب ترجع على الأرض، فاكتب وصيتك. لكن ذكاء يوري جاجارين بيقولوا اللحظة الحرجة، الإنسان بيعطي أفكار مبدعة. لما اللحظة اللي احترقت فيها المركبة تصرف يوري جاجارين تصرف أذهل الجميع، قفز من المركبة بالمظلة، هو طيار، فهبط بسلام إلى الأرض، أدهش الجميع بأنه عاد حيا إلى الأرض. لما نزل سالي زينب ما نزل بالمكان المخصص أن تحترق المركبة، نزل بأرض زراعية، فكان في عجوز عم تطلع على يوري جاجارين وهو نازل. يا لطيف شو هذا النازل من السماء، شيء بيخوف. ارتعبت، خافت، بعدت عنه. قام هو هيك نازل من الفضاء مكسر كذا، شوي شوي قربت العجوز لعنده، قال بس بدي اسالك انت جاي من الفضاء؟ هو هيك يعني منهك. قال لا بيأسفني ان اقول لك ايه جاي من الفضاء. ففعلا هبط يوري جاجارين. يوري جاجارين لما طلعوه على الفضاء ما بيعرفوا شو في بالفضاء، خافوا يكون في كائنات حيه بالفضاء، في ايليونز، في فضائيين، فاعطوه مسدس حربي يستعين فيه اذا لقى الغرباء. كانوا ما بيعرفوا انه بالفضاء لا يطلق المسدس، يعني اذا استخدمه تماما ما كان استفاد منه. قصص جميله جدا عن يوري جاجارين. للاسف الشديد يوري جاجارين بعد فتره من الزمن توفي بحادث طائره، لكن زار عدد كبير من الدول. يوري جاجارين الطقوس يلي عملها قبل ما ينطلق الى الفضاء اصبحت طقوس كل رائد فضاء، سواء روسي او امريكي او اوروبي او اي رائد فضاء بالعالم، بده يساوي نفس الطقوس، يروح يزرع شجره بالارض، بعد منها يحضر فيلم عن تطور علوم الفضاء والفلك، يودع اسرته ويتجه لمحطه الفضاء. يعني خلينا نقول الاول رائد فضاء طلع على الفضاء واكتشف هو روسي سوفيتي يوري جاجارين، وضل 108 دقائق فقط، يعني ضل عم يدور حول الارض 108 دقائق. طبعا على الارض ما كان فيها الوسائل التواصل الاجتماعي مثل اليوم، والله وانترنت وكيفك يا يوري وشو عامل هلا. كان مربوط بكرسي ومثل الجنين برحم الوالده مربوط بهالطريقه وقاعد، ما في شيء يعمله غير مجسات
وعم يتأمل هالفضاء. حلو. فعلا يعني كان إنجاز كبير، ولهذا 12 نيسان من كل عام يحتفل العالم بهذه الذكرى، بهذا الإنجاز، بهذه المغامرة. يعني تخيل عن جد مغامرة فعلا، أنا ما عرف شو بده يصير فيه. يعني اجي محله مستحيل اطلع. صعبة جدا، ما بيعرف بده يصير فيه. حكى شيء عن الإحساس اللي حس فيه هو. فعلا اول شيء بكل صراحة وبكل وضوح قال أنه أنا كنت ميت رعبة، يعني كنت خايف لطريقة مو طبيعية، خايف بس غامر تماما. تأملت الكون، تفاجأت بالظلام حولي، توقعت أن أرى إضاءات النجوم لكن فوجئت ظلام دامس. نظرت إلى الأرض، طبعا على لسانه هذا الكلام، فوجدتها كروية، يعني ضحض يلي بيقولوا الأرض مسطحة. فعلا قضى 108 دقائق وهو يتأمل الأرض من الفضاء وخايف، وقال هو يعني أنا كنت متوقع بأي لحظة أنه أنا خلص انتهت حياتي. لما بدأت أعود إلى الأرض وأرى احتراق المركبة، شيء ما دفعني أنه أكبس الزر يلي بيطلقني خارج المركبة، رغم أنه هذا كان ممنوع ما بصير يكبسه، لكن كبسه من حلاوة الروح وهبط بالمظلة ليكون عربون رائد الفضاء. للأسف الشديد وقتها ادعوا أنه طالما هبط بالمظلة فهو ليس رائد فضاء، لأنه ما بصير رائد فضاء يهبط بالمظلة، لكن الصور والمعلومات والبيانات والإنجاز الآخر الذي لحق به الاتحاد السوفيتي بعد يوري جاجارين اللي هو السير بالفضاء لتيتوف، كان خلينا نقول الفيصل في حكم أن الاتحاد السوفيتي فعلا كان هو صاحب الأسبقية بعلم الفضاء والفلك. يعني لحظات لا تنسى بتاريخ البشرية. عام 1961، 40 عام اليوم مرت على إطلاق أول إنسان إلى الفضاء. اليوم صار عنا مئات رواد الفضاء، اليوم حاليا الآن ونحن عم نحكي في 6 رواد فضاء بمحطة الفضاء الدولية عم الآن يمارسوا حياتهم. عندنا صار دائما دائما يوميا في رواد فضاء بالفضاء. نعم. عم يعملوا تجربة عن الحياة في الفضاء. يا رب قريبا نشوف رواد فضاء على القمر إن شاء الله، هيك نصير نقضي شهر العسل على القمر. ممتاز. رحلات إن شاء الله. دكتور، يعني حالة مناخية متغيرة عم يشهدها كوكب الأرض، وعم نلاحظها نحن كمان كسوريين عبر منطقتنا. كنا نحس بكل فصل بفصله، وهلأ صار فصل الشتاء أطول، صار فصل الصيف، رغم كمان في قساوة بالفصول. صحيح. بارتفاع الحرارة أو انخفاض الحرارة. صح. بشكل ما كتير يعني مقبول عند السوريين، خاصة لاحظناه بآخر سنتين. فخلينا نعرف شو الأسباب، وهل رح فعلا رح تضل مستمرة هذه الحالة المناخية؟ آخ يا زينب آخ، من مبارح أول مبارح ومبارح ومن يومين هبطت درجات الحرارة 8 درجات. صح. أو من كم يوم ارتفعت لدرجة 30، وهي حالة استثنائية بطقسنا بمناخنا، أنه يوصل الحرارة 30 درجة ببداية نيسان، ما سبق وتسجلت. صحيح. يعني حرارة عالية مباشرة. ثاني يوم هبطت 8 درجات. امبارح لاحظنا البرد، يعني قلنا امبارح يلي مشي بالطريق امبارح طلع دخان، يعني كانون. تماما كانون رسمي. اليوم شوي الجو صافي، بكره حنلاحظ ارتفاع درجات الحراره ليومين، بعد منها في انخفاض ثاني بدرجات الحراره. اذا هذا هو الاضطراب المناخي اللي تحدثنا عنه ودائما نتحدث عنه. هذا العام السابع على التوالي اللي حتشهد الكره الارضيه الارتفاع بدرجات الحراره. نعم. الغير مسبوقه. طبعا نحن نامل انه هي بدايه النهايه بالمناخ، يعني انه نرجع المناخ لحالته الطبيعيه بسبب وباء كورونا اللي خفف من الانبعاثات من غاز ثاني اكسيد الكربون، يعني بدء تعافي الارض اعتبارا من العام القادم. لكن حتى اكون صادق، انا ما بدعو للتشاؤم، لكن هذا الواقع انه نحن نعمل حسابنا انه مقبلين، مشان بكره ما نتفاجأ، مقبلين على صيف قاسي طويل. راح يدخل الصيف مع نصف الربيع ويستمر الصيف الى منتصف الخريف، يعني من نص شهر ايار ممكن يضل حتى بنقدر نقول لشهر 11. والله بآخر نيسان متوقعين الصيف، يعني بآخر العشر من نيسان أحلى وندخل الصيف وصولا إلى الشهر العاشر. فعلا يعني هي القصة لازم تكون يعني بالنسبة لنا مضبوطة مدروسة. هذا الواقع، يعني هذا كلامنا، كلام مديرية العامة للأرصاد. نعم. الجوية. نعم. كلام كل العلماء بالعالم. اليوم نسبة غاز ثاني أكسيد الكربون متابعة يوميا، مدروسة يوميا، بنعرف قديش هي النسبة، قديش تأثيرها على الأرض. صحيح. وبالتالي هذا ما جنيناه نحن. صح. وليس صح الفلك. صح. والكون والكواكب والشمس اللي عملته فينا. نعم. من يومين دكتور كان لكم تصريع عن جسم اغلب العالم فكرته نيزك على الارض، وطلع له صوت يمكن شوي، او كان له صوت بسيط، او كان له وهج، فالعالم فكرته نيزك انه بخالص على فكره العالم. لو نيزك كان حقه بمليارات الدولارات.
لو كان الجسم الذي لا وانا نيزك. كنت بدي اطلع اتمنى يعني كمان طلع مو طبعا استحاله يكون نيزك. نحن فورا مباشره صرحنا واكدنا انه ما في داعي للخوف، ما في داعي للقلق. النيزك مو هيك شروطه، النيزك مو هيك بيسقط. النيزك لما يسقط بيعمل صوت قوي جدا ويسمعوه كل اهالي دمشق، يعني مو بس جزء مكان كانوا قريبين من احتراق هذا الجسم. ثاني شيء بيعمل فوهة نيزكية، بيعمل حفرة كبيرة، في جزء لازم يسقط على الأرض. الأجسام اللي بتحترق بالفضاء بهذا الشكل هي أحدى نوعين، إما أن يكون كرة نارية ونحن قريبين من ظاهرة فلكية هي القيثاريات اللي هي هطل شهابي بآخر العشر من نيسان، فبتكون كرة نارية عادة تحترق. مو هذا اللي صار، اللي صار نحن يوم الجمعة كنا على اتصال ومتابعة لإطلاق المهمة 18 إلى محطة الفضاء الدولية. دائما في مهمات إلى محطة الفضاء الدولية، هاي المهمة فيها صاروخ له عدة مراحل، هاي المراحل تحترق في الغلاف الجوي، فكل فترة وفترة تحترق المرحلة بمكان ما في العالم حسب مكان تموضع محطة الفضاء الدولية. نحن يوم الخميس تابعنا محطة الفضاء الدولية وهي تمر في سماء سوريا، وبالتالي كان يوم الجمعة الالتحام مع محطة الفضاء الدولية في أفق سماوي في سمت واضح مع بلادنا، وبالتالي عندما هبط بقايا الصاروخ احترقت تماما في الغلاف الجوي، فشاهد سكان دمشق هذا الاحتراق ما بين نهاية المرحلة الأولى من الصاروخ والغلاف الجوي. طبعا لا تسقط إلى الأرض، ما في أي جزء منها يسقط إلى الأرض، هي مهمات فضائية مثل أي مهمة بالعالم فيها صاروخ حامل لها. هذا الصاروخ يحترق بمعظمه بالغلاف الجوي ويبقى باقي ما تبقى من الصاروخ يدور في مدار محدد حول الأرض، فلا تأثير له إلا الشكل اللي شفناه وهو واضح أنه احتراق، يعني عم نشوف الشعلة والاحتراق. للأسف الشديد بعض مواقع التواصل الاجتماعي ركبت صورة على أساس نيزك كبير وصار في هلع، حالة هلع عند بعض الناس. أبدا لا، هي شغلة متابعة. لو نيزك كمان نقطة كتير مهمة، نحن مو لحظتها بنعرف في عنا شيء، نحن عنا تلسكوبات، عنا مراصد، عنا منظمات تتابع النيازك أول بأول، فحتما نحن عنا أكثر من 30 ل 40 يوم معرفة باتجاه النيزك، وبالتالي لو كان نيزك تحذير. كنا نحن عرفنا وقلنا أنه في نيزك جاية، ديروا بالكم رح يسقط بهالمكان أو بهالمكان، وأخذنا أي إجراءات. لكن فعلا هو ما له نيزك إطلاقا، ولا يمكن أن يكون نيزك بهذه الطريقة، بهذا الهبوط، نعم. بهي الطريقة العمودية. هو جزء من مهمة فضاء أطلقت إلى محطة الفضاء الدولية، وهي المهمات الروتينية التي يتم إطلاقها إلى محطة الفضاء الدولية لإرسال الطعام والشراب والدعم اللوجستي ورواد الفضاء لمحطة الفضاء الدولية. نعم دكتور، كويكب القيامة كمان اللي كتير عم ياخد صدى على مواقع التواصل وحقيقة اصطدامه بالأرض، خلينا نعرف عنه قبل ما تصير الشائعة حقيقة. أو أبو فيس، كويكب القيامة أو اسمه العلمي أبو فيس، هذا كويكب من الكويكبات اللي يدور حول الأرض، تسمى كويكبات طروادة، اللي تشكل نوع من أنواع الكويكبات تسمى بمدار أبولو اللي هي المدار المهدد للأرض. ما معنى كلمة مهدد؟ معنى كلمة مهدد للأرض أي أنه على بعد ملايين الكيلومترات، وفي حال حدث شيء ما كوني واصطدم جسم بجسم آخر واصطدم بهذا الكويكب قد ينحني مساره ويتجه إلى الأرض. أما أن يصطدم بالأرض فهذا المعلومة غير صحيحة إطلاقا، يعني ما قربت أبدا أبدا، هو بعيد جدا حتى أبعد من القمر، وقطره لا يتجاوز بضع مئات من الأمتار، وبالتالي أصغر من القمر وأبعد من القمر، وعنا حاجز اللي هو القمر، يعني حتى لو فكر يجي لعنا يصطدم فينا خلص داخله بده يصطدم فينا، عنا حاجز القمر. طيب القمر ما له فاضي له دخل للأرض، في عنا الغلاف الجوي، فإذا في عنا وسائل دفاع، وسائل حماية، هذه الحماية يعني. تماما، يعني مو بهالبساطة، يعني النيزك اللي قضى على الديناصورات قبل 65 مليون سنة، يعني نحن بملايين السنين وهي متوسط كل 200 مليون سنة ليجي نيزك مدمر للأرض، وبالتالي لساعتنا بعاد عن أي نيزك مدمر للأرض. إضافة لهالشيء أنه كل النيازك اللي حول الأرض مدروسة من هون ل 400 سنة، ما في أي كويكب يهدد نعم. الأرض، يعني هذا علم دقيق، مو بس نحن عم نحكي، وكالات الفضاء موجودة على مواقعهم، لا نخاف، لا ندعو للقلق، مشكلتنا نحن بمواقع التواصل الاجتماعي كتير بتعمل إثارة بأخبار وقصص، لكن العلم خلينا ناخذ معلوماتنا من مصادرها، عندنا وسائل إعلام جميلة جدا، مضبوطة، دقيقة، متابعة، خلونا ناخذ المعلومة من مختصينا، من مصدر رسمي، من مصدر معروف، أفضل من أنه نتناقلها بطريقة غير مباشرة وتكون خاطئة ونسبب مشاكل كتير، مثل هلا يعني رح تشهدوا إشاعة أنه والله بده يشهد العالم 6 أيام مظلمة بسبب انفجار على سطح الشمس، كله هذا غير صحيح، الشمس هادية، ما في انفجار، الوضع الكوني مستقر، لكن للأسف الإشاعات هي اللي عم تقتلنا. صح أكيد.
يعني بدنا نتشكر وجودك معنا دكتور على المعلومات اللي قدمت لنا اياها، وان شاء الله بحلقات ثانيه طبعا تضيفنا الدائم حيكون لنا وقفات ثانيه لمواضيع ثانيه. شكرا على التوضيح انه في شغلات كثير مغلوطه عم نوقف فيها نتيجه تناقل المعلومات الغير صحيحه. تمام، لكن لا ننسى انه اليوم نحن على موعد فلكي جميل جدا حبيب. مع رصد هلال شهر رمضان المبارك اليوم، هذا اليوم 12 نيسان. تمام، جلسه الالتماس، الجلسه الفلكيه، العرس الفلكي بالنسبه لنا كفلكيين. كل عام وانتم بخير سالي زينب. كل عام وانت بخير، ينعاد عليك بالخير والصحه وعلى كل مين عم بيتابعنا يا رب. ان شاء الله هالشهر بيحمل معه الخير والسلامه والراحه البال لكل السوريين يا رب. كل عام. شكرا لوجودك دكتور على كل المعلومات اللي اعطيتنا اياها، واكيد اي معلومه بتخص الفلك والفضاء اكيد مصدرنا انت كجمعيه فلكيه. شكرا لك. شكرا لك.